بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. تبارك لكم جمعية ستر واديان الحسينية مولد الصديقة الكبرى والنور الأعظم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول الإمام الصادق عليه السلام لفاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وكل هذه الأسماء العظيمة لها جذور قرآنية، وإن تعدد الأسماء في القرآن الكريم له دلالة على عظم المسمى والموصوف في كتاب الله عز وجل. والله أعلم بجلالة شأن كلامه ونعوته في محكم كتابه، فسلام الله عليها عظيمة المنزلة. خير ما نبدأ به حفلنا الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ أحمد حبيل، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم.